ده؟ ايه ده؟ المزاولات دي بقى؟ دي وقعت منين بقى دي كمان؟ استغفر الله العظيم يا رب. ايه ده؟ ايه ده؟ خد يا خد، ايه ده يالا ده يالا؟ ايه ده يالا سائل ده يالا؟ ايش هذا؟ ايش هذا ايه بس؟ سيب يا بابا الشعرية. ايش هذا؟ سيب الشعرية بابا مكانها يا بابا. ولا ايش؟ ايه ده؟ يا ابني سيب يا ابني الحاجة يا ابني، ما تتعبنيش معاك يا حبيبي. يا بابا أنا جيعان. جيعان؟ أنت لسه واكل يا حبيبي، هجيب لك أكل منين تاني أنا؟ جيب لي من هاي الفول. اهو ده الدلع خلاص، مفيش منه فول تاني خلاص. اسكت يا حبيبي، واهدى كده اسكت. مش اسكت يا بابا، اسكت، خليني اعمل البصل لامك. ما اسكتش. يلا يا بابا، يلا يا حبيبي عشان ما تخافيش. ده هذا المكان حق عمي ناشر. مكان عمك ناشر؟ ايوه. المدير؟ ايوه. يعني عايز ايه يعني؟ عايز اكل. طب يلا يا حبيبي عشان ما اقطعكش مع البصل يا حبيبي. يلا يلا، انا خلقي ضيق. ما اقدرش ما اقدرش. طيب تعال يا حبيبي، انت تاكل بلوزه؟ ايش البلوزه؟ ايس كريم. تعال تعال يا جماعه، هعمل شويه ايس كريم. الايس كريم اللي هو بيتاكل ده كده. تعال يا حبيبي، تعال 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 يا بابا. بص خش هنا كده. الله يخرب بيت بنت خاله عمه اخت اخو خال صفيه. أنا إيه اللي دخلني بالعيلة دي؟ بس يا بابا، بس يا حبيبي.